انتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية اللي تم نقلها إلى المتحف في موكب مهيب يوم 3 أبريل. وده يعني بيكون تم وضع بكده يعني بيكون تم وضع جميع المومياوات الملكية بفيترين العرض المخصصة ليها داخل قاعة المومياوات تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم الحد اللي جاي بإذن الله 18 ابريل الموافق يوم التراث العالمي. ارحب بضيفي دكتور بدوي اسماعيل عميد كليه اثار الاقصر والمنسق العام لمشروع متحف الحضاره. صباح الخير. يعني اهلا صباح الخير، بس انا هصحح العباره. انا دكتور بدوي اسماعيل عميد كليه الاثار جامعه الاقصر والاستشاري المتحف القومي للحضاره المصريه. شكرا ليك يا فندم على التصحيح. اولا بقى قبل بقى ما اتكلم عن ترميم المومياوات، عايزه اتكلم مع حضرتك عن المفارقات اللي حصلت النهارده في عمليه نقل المومياوات، من حيث وجود اسماء كانت لا يمكن ان هي تجتمع ابدا في حياتهم نظرا لوجود خلافات وحروب كبيره بينهم. طبيعي ان حضرتك عارفه انتهاء اسره وظهور اسره اخرى، اكيد بتبقى اسره ضعفت وبتظهر اسره قويه. فطبعا ملوك الاسره 17 و18 و19 و20 بيلتقوا في مكان واحد ومكان ملائم. طبعا ده حاجه عظيمه، وطبعا الاخره بتجمع الكل زي ما احنا بنقول، لكن احنا يعني الدوله بقياده وزاره السياحه والاثار والاستاذ الدكتور خالد علاني، يعني انا ملاحظ ان في يعني اهتمام كبير جدا في القرن 21 بالمومياوات المصرية. يعني عايز اتكلم برضو عن المفارقات اللي حصلت ما بين نقل المومياوات والاسماء اللي كان يعني ما بينها خلافات وحروب كبيرة بينهم واجتمعت، يعني لو تقول لنا كده بعض الاسماء. يعني زي ملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، طبعا انت عارفة ان هو يعني استولى على الحكم منها. تمام. فطبعا كان في صراعات شديده جدا موجوده، فطبعا ده يعني موجودين من احد الامثله لهذه المفارقات اللي حضرتك بتقولي عليها. او لكن زي ما انا قلت لك، اي اسره بتنتهي وبتيجي اسره جديده، طبعا بتبقى الاسره القديمه ضعفت وبتظهر اسره جديده في الحكم، فبالتالي يعني بعد ظهور 17 ظهرت الاسره 18 وبملكها، وبالتالي يعني يمكن هي اكبر اسره كان فيها يعني حضارة مصرية كبيرة. ترميم المومياوات بيسبق ما يسمى بعملية تحليل وفحوصات ومحاكاة، لو اتكلمنا عن التحديات اللي كانت موجودة في عملية نقل المومياوات وترميمها. هو حضرتك يعني طبعا البحوث العلمية في مجال الآثار تطورت في فترة كبيرة تطور كبير جدا، وبالتالي ساعدت القائمين بالترميم في هذا المجال. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة انت عارفة، اللي هو سيتي سكان او جهاز الأشعة المقطعية او أجهزة الأشعة الإكس راي، بتقدر تفحص لك الموميا تماما، خاصة الموميا المفروض بتبقى موجودة في لفائف من الكتان، والمفروض ان انا ما اقدرش يعني لازم اكون انا عشان تدخل في عمل ترميم مومياوات او علاج، او يعني هو ما فيش ترميم مومياوات، هو اسمه الحفاظ على المومياوات، لان دي اجسام محنطه، وحضرتك الاجسام المحنطه احنا بنديها تعبير علمي اسمها فراجل، او مواد تعتبر يعني قابله للتحطيم لانها ضعيفه جدا، بتبقى فيها كثير جدا من الرتنجات والمواد المستخدمه في عملية التحنيط. فاستخدام أشعة زي أشعة إكس بدون تدخل بشري، إن هذه الأشعة بتديلك فكرة عن الموميا أو الموجود فيها كده، بتديلك أبحاث هل هو قتل، هل هو مات ميتة طبيعية، كل هذه المعلومات ممكن تديها لك اللي هو بنسميه علم علوم الآثار أو علم استخدام علم الأشعة المقطعية في دراسة المومياوات القديمة. وده تم طبعا ويمكن هتشوفوه كتير جدا من بعض الأشعة المقطعية موجودة جنب الموميا الملكية، بتدي فكرة للزائر عن استخدام العلم في هذا المجال، وبتدينا معلومات يعني مثلا ملك ستيفن راع ده مثلا قتل في حرب وبيعتبروه الملك الشهيد، ملك البطل
أول ملك البطل وأول شهيد ملكي من ملوك مصر لحماية مصر. طبعا يعني أظهرت الأشعة كيفية قتله وتم قتله إزاي بغدر وعملية غدر طبعا من الهكسوس، وده موجود في الأشعة اللي تم عملها لهذه المرأة. طيب ما بعد بقى نقل المومياوات لمكانه الجديد، خطط الصيانة المتبعة إيه يا فندم؟ خليني اقول لحضرتك، يعني احنا اول يعني وزاره الاثار والسياحه والاثار يعني اهتمت اهتمام كبير جدا. اول ما كانت المومياوات موجوده في غرفتين في المتحف المصري، يمكن ما كانش حد يدخل الزياره دي غير يعني بعض الاجانب اللي كانوا مهتمين مثلا بقصه فرعون موسى وهو قاري عن رمسيس الثاني وهو بيتخيلوا اليهود هم اللي بيقولوا ان هو رمسيس الثاني، وطبعا ده كلام غير علمي، وناس بتقول برم بتاح لانه الموميا بتاعته بيضه شويه ممكن يكون اصيب بسبسيكا الغرق، فطبعا ده كان بيبقى يعني مصدر للمزارات الايه الموجوده. لكن الدوله فعلا انت لو لاحظت الفتره اللي فاتت بعد الموكب المهيب للمومياوات الملكيه، يمكن وصلت الزيارات في الخميس والجمعه الى 25,000 زائر للمتحف. يعني بدانا نعمل زي ما قلنا المره اللي فاتت ان في رساله وطنيه عملتها وزاره السياحه والاثار والدوله عموما بأهمية التراث الحضاري المصري والافتخار بالحضارة المصرية ورسالة لزيادة الوعي. طبعا كان لابد أن يكون في كان مهيأ لهذا المكان للمومياوات، المكان يعني شبه مصمم على أنه مشابه لوادي الملوك أو مقابر وادي الملوك، كل ملك ليه مقبرة، المقبرة موجود فيها برضو بالإضافة إلى الموميا موضوع فيها المقتنيات الخاصة فيه، بعض المعلومات عن هذا او معلومات موجزه في رساله مسج صغيره لمعلومات عن هذا الملك، في ابداع عالمي كبير جدا مش موجود في اي قاعه من قاعات العالم. لما تخطط لهذا المكان تم دراسه كل عرض المومياوات الموجوده في العالم سواء في المتاحف التاريخ الطبيعي او المتاحف عموما او المتاحف الاثريه، وتم الوصول الى قاعه مومياوات ملكيه تليق بالملاذ الاخير للمومياوات المصرية. في تخوف وتساؤلات حوالين تأثير كسر حاجز الأمان للمومياوات من النيتروجين إلى البيئة العادية، وإنه ممكن يحصل لها شروخ وانفصال في جسم الموميا وصدمات بيئية يعني لا قدر الله بعد الشر، ولكن دي تساؤلات وتخوف فإحنا عايزين نرد عليها. طيب أنا أرد على حضرتك، يعني الكلام أنا يعني أنا هقول لحضرتك انا شاهدت التصميم هذا الموضوع من 10 سنين او من 15 سنه لهذا الموضوع النيتروجين وادخال هذا النيتروجين في مصر. حضرتك النيتروجين احنا عايشين في هواء خارجي نسبه النيتروجين فيه 78% وبنتنفس ال 12% الموجوده في الهواء. حضرتك اللي انت بتدخلي كان في زمان نظامين لعرض المومياوات، نظام نيتروجين استاتيكي ان حضرتك بتقفلي الباترينا من 5 إلى 10 سنوات وما بتدخليش اي هواء طبيعي او اي اكسجين. بعد كده بدانا في 2010 ندخل نظام اسمه النظام الديناميكي، والمقصود بالنظام الديناميكي للنيتروجين هو ادخال نيتروجين الى يعني ادخال خلف الهواء واستخلاص الاكسجين وزيادة نسبة النيتروجين إلى حوالي 99.69 أو 5.9، ده اللي بيحدث عشان أمنع أي تشققات في المويا أو أي شروخ أو أي مشاكل زي كده. إن أنا لازم أحافظ على درجة الرطوبة داخل الباترينا ثابتة، يعني درجة الحرارة ما تزيدش عن 22، الرطوبة ما تزيدش عن 45-50%، وبالتالي دي بتتم بأجهزة اسمها أجهزة الهيموديفاير واللي هي أجهزة الترطيب. فانا بتحكم في كل هذه العوامل للوصول الى درجه حراره ثابته داخل الباترينا، درجه رطوبه ثابته، نسبه نيتروجين ثابته، وبحاول اثبت يعني احاول اثبت عدم يعني الرطوبه بحيث ان ما يحصلش جفاف للموميا، وبالتالي امنع اللي هي المشاكل اللي بتحدث في اللي هي التشرخات او الشقوق او الشروخ بسبب الجفاف اللي ممكن يحدث نتيجه قله الرطوبه. وبالتالي ده مو احنا قدرنا بنتحكم فيه بانظمه نيتروجين اوتوماتيكيه بيتم ادخالها الى
الى فترينة الموميا، وزي ما انا قلت لكم كانت الطريقه القديمه زمان كان النظام الاستاتيكي اللي هو ان انا بقفل الفترينه وافتحهاش من 5 إلى 10 سنوات. انا حاليا ممكن اعمل صيانه يوميه وبقيس وبتابع وبعمل مونترنج للحراره والرطوبه ونسبه الروتروجين اللي داخل الفترينه الموميا. يمكن وحضرتك بتتكلم عن المومياوات الملكيه، ده بيرجعنا الى الاحتفال اللي تم طبعا اليومين اللي فاتوا والترويج الخاص بالمتحف القومي كمان للحضاره، والعالم كله كان بيتابع هذا الموكب المهيب اللي في الحقيقه احنا يعني كمصريين لدينا هذه الحضاره القديمه العريقه نفتخر بيها، واللي حدث كان يليق بالحضاره المصريه وبالمواطن المصري. يعني ده كله ازاي هينشط السياحه الفتره الجايه في مصر؟ يعني هو انا اقول لحضرتك يمكن انا لاحظت صدى، يعني كمواطن، يعني انا مش هتكلم كعميد كليه ولا استاذ ولا حاجه، انا بتكلم كمواطن. اللي انا شفته من حجم الزيارات اللي جت للمتحف ان في رساله فعلا وطنيه اتعملت، نحن ابناء حضاره كبيره وحضاره قويه ولابد ان نعتز ونفتخر حضارتنا. ثاني حاجه الدوله ووزاره السياحه والاثار وجهت رساله انها بتحافظ على اثارها، بتحافظ على تاريخها، بتحافظ على المومياوات الملكيه وبتعتز بالملوك مصر القدامى. دي يمكن الرساله الوطنيه ورساله الانتماء والهويه. في نفس الوقت في رساله للعالم ان احنا دوله قويه، احنا دوله لنا تاريخ، اعتقد ان احنا حكام افريقيا، وبرضه رساله لقوه الدوله المصريه على الجانب السياسي. وبالنسبه للجانب السياحي حضرتك عارفه مشاكل كوفيد في العالم واتجاه العالم دلوقتي. كان في مشاكل في السياحه الثقافيه قبل كوفيد برضه، لكن واضح ان مصر داخله بقوه في مجال السياحه الثقافيه للعوده للحصول. صدى الاحتفال ايه يا فندم؟ والغناء لاول مره يعني زي ما شفنا بالحضاره المصريه القديمه، كمان الترنيمه دي كان ليها صدى كبير جدا جدا يعني حول مختلف دول العالم. شفت كمان رد فعل الناس على الاحتفال ايه واهميته ايه في الترويج للسياحه؟ انا طبعا كنت لسه بكمل حضرتك ان انا المتابعين لهذا الموضوع في قنوات التلفزيون العالميه كانوا هم مهتمين باستقبال الرئيس للمومياوات وبيعتبروه ان ده تكريم لملوك مصر القدامى لملاذهم الاخير مع المتحف القومي للحضاره المصريه. في اهتمام بمنطقه البحيره الطبيعيه، وان المتحف مختلف ومتحف موجود على تاريخ على بحيره طبيعيه. برضو بعض الوسائل الاعلام تكلمت عن هذا الموضوع، وبعض القنوات السياحيه تكلمت عن هذا الموضوع، ان مش هتلاقي متحف يعني مميز بموجود على بحيره طبيعيه. يعني كان في اولاد في مدارس يعلمني هذا السؤال، ما الفرق بين يعني الفرق بين متحف الحضاره والمتاحف الاخرى؟ ففي طالبه صغيره في اولى اعدادي بتقول لي، طبعا المدارس في اولاد في مصر كويسين جدا، ميزه المتحف ده العالميه انه موجود على بحيره طبيعيه من عيون كبريتيه. طبعا ده برضو بعض الوسائل الاعلام تكلمت عن كده، اللي ادى برضو قوه لمتحف القومي للحضاره المصريه وجود المومياوات. كل قنوات العالم تكلمت اكيد عنها. انا هستاذن حضرتك اخيرا وفي دقيقه، احنا بنتكلم عن عرض رمسيس السادس لاول مره في التاريخ بعد يعني تجمعها بمتحف الحضاره، احنا عندنا ايه كمان المومياوات اللي لاول مره يتم عرضها؟ اعتقد يعني كل سفن رع، طبعا الملك سفن رع والملكه حتشبسوت لاول مره. لاول مره تم تجهيز 22 موميا ملكيه. وعلى فكره مش بس كده ان هي عرض المومياوات، ده في متحف الحضاره بيضم 36 كابينه نيتروجين لتخزين العلاج وتخزين المومياوات الاخرى، يعني وفي معمل للمومياوات. اعتقد متحف الحضاره بيضم اكبر مركز لعلاج وصيانه المومياوات لخدمه المتاحف المصريه ولخدمه المومياوات. وواضح ان فيه يعني واضح ان الدوله حاليا وزاره السياحه والاثار بتهتم جدا بالحفاظ على وصيانه المومياوات، مش بس المومياوات الملكيه واخرى المومياوات. دي رساله للعالم كله ان احنا يعني دوله
عظمى اكيد ثقافيه وسياحيه. شكرا لك دكتور بدوي اسماعيل عميد كليه اثار الاقصر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.